عرشوه شافوا قاعد معه بوسط البيت وطالعوا وقتلوا قتل حشكو لبي وقلعوا ورد رجع قتل خيرية قتلة طربش لواجهت وشها، ولو ما اجوا النسوان وخلصوها لكانت انشختت على البلوعة شخت. ايه وانت منين سمعتي هذا الكلام؟ فاتت لعندي مرته لبيع الكعك وخبرتني. ايوه وهي من امتى بتفوت لعنا؟ هي اول مرة بتفوت لعنا ابن عمي. واخر مرة بدها انه فاتت لعندك، شو فهمتي؟ ليش ابن عمي؟ هي ما بدي اياها تفوت لعندك، عم تفهمي؟ فهمت ابن عمي، بس المخلوقة ما حكت شي كذب. لا كذبوا 60 كذب، وكل شي حكيته على بنت ابو خاطر ترفيقها. العمى لك شو هالناس هدول؟ لك خطيبة ما فات لعندها على البيت وصاروا يألفوا قصص وحكايا، لك شوي تاني بيحكوا اكبر من هيك على المستورة. يا لطيف يا لطيف. لك ايه؟ شوفي هدى، إذا هاي الجارة بتدق عليك الباب بتقلعيها، اوعك ها اوعك. حاضر ابن عمي حاضر. العمى